عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. الكرام تواصل يستمر والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات في دانة الدنيا دبي. شوطنا 11 أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات واندفاعتي وانطلاقتي هذه الأسماء على أرضية هذا الميدان. أتقدم مباشرة مع هذه الأسماء ومع فئة الإبكار في مسافة 6 كيلومترات. وتابع المقدمة هملولة على المركز الأول وعلى الصدارة من هجن الرئاسة وعلي بن يميل إلهي بمن يتابعها ظافر في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني القادمة الشاهينية من هجن سيح السلم. على المركز الثاني عبد الله بن ثعيلب الهايري من يتابع شاهينية على ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع في ثالث المراكز نوايا نوايا القادمة في هذه اللحظات من هجن انتاج ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يتابعها في عملية التضمير والتدريب. النقلة للمركز الرابع الشاهينية على المركز الرابع من هجن الرياسة راشد بن محمد بن سمة المنصوري بوذياب من يتابع هنا المستحيل الشاهينية. النقلة للمركز الخامس واللي سللت من عمق الميدان هذه كسيورة القادمة في هذه اللحظات لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يتابع النقلة للمركز السادس والتواجد في سادس المراكز من الشاهينية ومن هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. النقلة للمركز السابع وهملولة على سابع المراكز من هجن الرئاسة مع ظافر علي بن ميل إلهي بثامن مراكزنا. الشاهينية في هذه اللحظات تتقدم من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. النقلة للمركز التاسع أتابع شواهين القادمة في هذه اللحظات من هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. النقلة للمركز العاشر المركز العاشر شواهين من هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا هي النتيجة هكذا هو ندان الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة على أرضية هذا الميدان. مشاهدينا متابعينا الكرام عودة إلى الصدارة عودة إلى الكادر العلوي على قنوات الناقلة لهذه الأحداث القنوات الحاضرة على أرضية هذا الميدان. ميداننا الذكي ميدان المرموم. أعود إلى الصدارة أعود إلى هملولة 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 على المركز الأول من هجن الرياسة لا زالت على الصدارة والمقدمة بمتابعة الظافر بوسعيد بولي مايل علي بن ميل إلهي بالمركز الثاني. القادمة الشاهينية من هجن سيح السلم عبد الله بن ثعيل بن هايري بوسهيل من يتابعها في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. النقلة للمركز الثالث وصلت العاصفة وهجنها في هذه اللحظات مع الشاهينية بمتابعة الهلالي غياث الهلالي على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع
وأتابع في رابع المراكز. هذه الشاهينية القادمة من هجن الرياسة راشد بن محمد بن سم المنصوري. من يتابع المستحيل على المركز الرابع، المركز الخامس أكسيورة القادمة في هذه اللحظات. أكسيورة لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. من يتابعها في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي الخمس المراكز الأولى انطلقت في هذه اللحظات في تحدي وصراع من أجل ناموس هذا الشوط. وبدأنا بالمغادرة للافتة الاثنين كيلومتر ما يفصلنا عن ناموس هذا الشوط. المركز السادس وصلت الشاهينية، وصلت الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز السابع نوايا 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 القادمة في هذه اللحظات. هجن انتاج ام الزبار يقدم ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. انطلاقة نوايا على المركز السابع. المركز الثامن الشاهينية من هجن العاصفة في هذه اللحظات بمتابعة الهلالي غياث الهلالي. المركز التاسع وصلت شواهين، تقدمت شواهين من هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. والمركز العاشر الشاهينية على عاشر المراكز من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة على أرضية هذا الميدان مع اقتراب كل الأسماء من بوابة العبور. الكيلومتر الأخير اللي يصلنا عن خط النهاية عن ناموس هذا الشوط. أعود إلى المستحيل، أعود إلى المستحيل، إلى هجن الرياسة، إلى هجن الرياسة، إلى راشد بن محمد بن سم المنصوري، إلى أبو ذياب، إلى أبو ذياب على المركز الأول. المركز الثاني بن ذعيل بن هايري، بن ذعيل بن هايري يقدم الشاهينية من هجن سيح السلمة. شاهينية العاصمة قادمة، شاهينية العاصمة قادمة. يلا يا الهلالي، يلا يا الهلالي، حرك هجن جبل شيخ علي شان. ها هي العاصمة، ها هي العاصمة. على المركز الثالث وصل المجازف، وصل أبو سعيد يقدم شواهين من هجن الرياسة، من هجن الرياسة. على المركز الرابع، المركز الخامس هذه اللي وصلت، هذه ميرال، ميرال، ميرال من هجن الشحانية على الشعار الأدعم واصل. ويابر بن سالم بن جابر بن فران يتابعها، ولكن هجن العاصفة، هجن العاصفة غيرت روح يا الهلالي. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، هجن الشحانية وهجن العاصفة، ولكن هجن، هجن شبل شيخ علي شان على المركز الأول. ها هي هجن العاصفة على المركز الأول. تهانينا وناموس لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي مالك هجن العاصفة. المركز الثاني ميرال لهجن الشحانية. المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة. المركز الرابع حملولة من هجن الرياسة. المركز الخامس الشاهينية من هجن سيح السلم. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت الزمني وساعة وصول هجن العاصفة والشاهينية. 8:59، ثلاثة أجزاء من الثانية. شكرا يا الهلالي. ها هي هجن العاصفة، ها هي هجن العاصفة. المركز الثاني وصلت من هجن الشحانية بتوقيت زمني مقدارة 8:59، 6 أجزاء من الثانية. هذه ميلار. المركز الثالث نتابع 9:03 من الثانية. هذه الشاهينية من هجن سيح السلم. شكرا عبد الله بن ثعيل بالهايري. تهانينا وناموس للجميع.